والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليعلم الجميع أن هذا الخطاب له علاقة مع المؤتمر الأخير للكاف الذي انعقد منذ أيام في أبيجان بالكوت ديفوار، والذي من خلاله دخلت الانتخابات لكسب عضوية في المكتب التنفيذي للكاف. كما تعلمون، كسب عضوية في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان من أهم الأهداف التي كنا نعمل لأجلها ونطمح للوصول إليها في إطار الاستراتيجية التي رسمناها وقدمناها أمام الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم. أوضح من هذا المنبر أننا بذلنا كل المجهودات واستعنا بجميع الوسائل المتاحة قانوناً بما يتوافق مع أخلاقنا وقيمنا لبلوغ الهدف، لكن مع الأسف هذا لم يكفي. لهذا أعلم الرأي العام عن استقالتي من منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأستغل هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزير للسلطات الجزائرية على كل الدعم الكبير الذي تلقيته أثناء ممارسة مهامي. كما أشكر في هذا السياق الأسرة الكروية الجزائرية على الثقة التي وضعتها في شخصي. أتمنى الحظ الوفير والنجاح لكرة القدم الجزائرية. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحمد لله رب العالمين.